وحدات الحرس الوطني بحجز السياره، خاصه السياره اللي كانوا باش يقوموا بها، اللي كانت بصدد التفخير للقيام في تبشير مقر قيام الحرس الوطني بزيد وزيد، عدد من سيارات اخرى كذلك وقع حجزها معده لنفس الغرض، عدد اربعه دراجات ناريه، كانت دراجات ناريه من نوع حسبه كانت معده لعمليات الرصد ومتابعه العناصر اللي كانت مستهدفه في عمليات الاغتيال. كذلك تم حجز كميه هامه من جهه المونيتر كانوا باش يستعملوها للتبشير، عدد منظار ليلي، عدد كما قلنا اربع دراجات سبسبه قلت عليها، عدد ثلاثه كواتر مصور باش يستعملوها للمسدسات حتى تتم عمليه الاغتيال بسريه. كذلك تم ايقاف صاحب الورشه الحداده اللي كان يقوم بصناعه وتقليد الكواتر بتاع الصوت حتى يقع تركيبها على المسدسات. تم حجز بندقية مجموعة من الخراطيش، هواتف جوالة، لوحات إلكترونية، أسلاك معدة للتبشير. تم إيقاف هنا إطار بأحد المصانع في تونس مختص في ذلك. كذلك تم حجز وتهان معدات من أجهزة عالمية. هنا بالنسبة لهذا حكيت عن المخطط والأهداف وتقريبا المجموعات اللي كانت تقوم بالعملية هذيا. نجيو لهنا نقول انه عدد الموقوفين الخليه اللي متفرقه على خمسه مجموعات مضربه، عدد الموقوفين كان 21 موقوف، مكننا تقريبا في وقت قياسي وفي سرعه كبيره ياسر، التنسيق ما بين الوحدات نتاع الحرس الوطني قامت بايقاف المجموعات هذه بسرعه كبيره وفي وقت متزامن كانت العمليه، وتم عليها احباط المخطط هذا، وقمنا بايقاف 21 من المجنين على تم إتاحة للسجون الموجودين في السجن، والبقية سيتم تقديمهم للنيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس. كذلك ما تزال هناك تسعة عناصر فارغة تقوم محاذاتنا الأمنية بملاحقتهم، إن شاء الله معناها باش نلقيو عليهم بالطبع إذا هنا. تؤكد وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني ووحدات الأمن الوطني بالتعاون مع قواتنا المسلحه، الوحدات هذه كل ستواصل العمل الدؤوب وعملنا المتواصل لمعناه احباط المخططات الارهابيه، وخاصه بالتركيز على العمليات الاستباقيه. العمليات هذه كل باش تتواصل ان شاء الله، وستقوم الوحدات هذه كل كما قلنا حرس وطني امن وطني بالتنسيق مع قواتنا المسلحه لاحباط كل المخططات ان شاء الله اللي تستهدف بلادنا، والعناصر الارهابيه اللي ما عندهاش مكان في تونس وما هيش من تونس ومش باش تكون موجوده في تونس. ونأكدوا ان وراءه مخططاتها ستكون فاشله حتى ان قامت بعمليات ناجحه او تهيئة لها انها ستكون اقوى من الدوله، لن تكون اقوى من الدوله. العناصر هذه قلنا احنا في العديد من المرات قلنا لا افلات من العقاب، كلها باش تتعاقب وكلها باش تتلاحق، وهنا تباعا ليسوا وكل المخططات اللي تنكشف. هنا مروا من مرحله معناها ديما يحاولوا يقوموا بعمليات غادرة، عمليات جبانة، استهداف وناس أبرياء، كان ينجموا معناها باش يستهدفوا حتى مواطنين. هذا أهم حاجة لازمنا كلنا نلتفوا في مكافحة الإرهاب، نلتفوا ضد هالعناصر الإرهابية، العناصر هذه ما عندهاش، نعاودوا نأكدوا حتى لو جانا العديد من الانتقادات، احنا راهو حتى كي نذكروا بعض الجنسيات راهو نأكدوا إنه الإرهاب ما عندوش.